بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على إذ أرسلنا إليهم
من
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أنطعم من لو يشاء قَالِنَا
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء
خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين أمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لآكلون من شجر من زقوم
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين
فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء Bye.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس
بئس المصير إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق خبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
الصافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب أأتخذ
لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من أحييناها
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا الشيطان
وهم لهم جند محضرون.
شيئا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون
لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا الأولين والآخرين
فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا باسم ربك العظيم.
الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان
ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي فإن
السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن ربكما تكذبان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. ستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير.
Do you